بمشاكل إدارية ومالية وتأخر كبير في التحضيرات التي انطلقت 10 أيام فقط قبل بداية البطولة، حل فريق مولودية سعيدة ضيفا على جاره سريع غليزان. المولودية بقيادة المدرب الشاب إسماعيل بن صابر دخلت هذه المباراة بتشكيلة مكونة من عناصر الموسم الماضي مع بنك احتياط جله من فئة الآمال بعد عدم تأهيل لاعبيها الجدد بسبب قضية الديون، فيما دخل سريع غليزان اللقاء الافتتاحي للموسم الجديد بنسخة مشابهة لنسخة الموسم الماضي مع بعض التعديلات بجلب المدرب مزيان إغيل وبعض العناصر التي تمتلك الخبرة، يتقدمها العائد إلى البيت سوغار بوعز فاهم والمدافع مزاري. أولى محاولات المباراة كانت من جانب الضيوف الذين طالبوا الحكم زواوي بركلة جزاء عند الدقيقة 8. لاعبو المولودية وصلوا تهديدهم لمرمى السريع والحارس زيدي كان موفقا في تدخلاته. رد أصحاب الأرض جاء عبر تسديدة كوريبا التي علت العارضة الأفقية بقليل، لقطة تلتها رأسية دراج التي أخطأت المرمى. بعدها وجه شادولي تسديدة أبعدها الحارس بهدة، والمتابعة كانت من كوريبا الذي أمضى هدفا أبيضا لم يحتسب بحجة التسلل. وفي الدقيقة 38 نفذ صديق مخالفة وضعها حميدي برأسية في شباك زيدي مفتتحا التسجيل ومنهيا الشوط الأول بتفوق مولودية سعيدة. الشوط الثاني سار في اتجاه واحد بعدما فرض أصحاب الأرض ضغطا كبيرا على مرمى السعيديين، ضغط كلل بهدف التعادل الذي وقعه العائد إلى بيت الفريق سوغار عند الدقيقة 50. السريع استغل التراجع البدني للسعيديين واستمر في الضغط، فكادت تسديدة بوعزة أن تخادع الحارس بهدة. وفي الدقيقة 74 عاد سوغار لتصدر المشهد من جديد بإمضائه ثاني الأهداف، مانحا بذلك الفوز لسريع غليزان أمام الجار فريق مولودية سعيدة المطالب بتعديل أوضاعه وحل مشاكله في بداية بطولة هذا الموسم.